يا سويسة مبروك، الله يبارك فيك ان شاء الله. مبروك الرئيس، واشكر الشعب الامريكي، واشكر اصدقائنا الصحفيين، الله يكفينا من شرهم. Thank you, Mr. President, for a productive meeting. I want to also thank our friends, the American people, and I also would like to thank our friends here in the media. May God spare us from all of the bad things they can do to us. And may God bless us with all the positive things they can do for us and for humanity. Well, that is an excellent prayer. Thank you. جتنا هذه الوعكة، والله ما أدري هذه وش هي، ناس يقولون لها الزلاق، وناس يقولون لها عرق النساء. النساء ما أشوف منهم إلا كل خير، وهالعرق هذا وين جانا من هذا؟ هذا عرق فاسد، ولكن إن شاء الله إنكم ما تشوفون إلا كل خير. وأتمنى لكم التوفيق، وأشكر كل من سأل عني القاصي والداني، وعلى رأسهم الشعب السعودي الكريم. وأتمنى لكم التوفيق، وأرجوكم منكم تسامحوني لأني أنا ما قمت ولا صافحتكم، وشكرا لكم. أنا ما نجيكم، امسكونا. ساعة وزود شوي، الله إن شاء الله يحط فيها البركة. والسلام عليكم. أنت السعادة وأنت الدرى وأنت الأنفاس وأنت البياض اللي كسى سود الأيام، وأنت السحاب اللي سقى غبر الأطعاس، وأنت الحنون اللي مسح دمع الأيتام، وأنت الحجا وأنت الرجا ساعة الباس، وأنت الذي خادم بيوت الله ما تخدم الناس، والشعب لك والقبلة الناس خدام، مالك ملكت الشعب طيبه وإحساس، ولا مستجارح أهلين عقب التعب نام. الله يردك للوطن رافع الراس، بحق من صلى لربه ومن صام، نفرح فرح ما صار عقبه تعوماس، ونفرش لك